الله 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 الله، بنت اختي انحرفت ولا ايه يا جدع؟ الو، ايوه يا استاذ لولو. يا بنت هتقرطصيني ولا واقف يا بنت؟ الله يبارك فيك يا استاذ لولو. طبعا طبعا ضروري حاجه في الميعاد. ميعاد ايه يا بنت انت؟ استنى بس. ايه تاخدي معايا كده قدام عينك؟ الراجل على السماعه. راجل مين يا قله الادب انت؟ استنى بس يا سلطان. ايوه يا استاذ لولو، طبعا طبعا حاجه الساعه 6. مش هتيجي يا لولو يا حمار انت؟ ايه؟ لا حاجه يا استاذ لولو، ما تزعلش. ايه يا بنت الكلام الفارغ ده؟ ايه يا سلطان ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ ده بدل ما تبارك لي ابارك لك على الخبره بتاعت اهلك. انا نجحت يا سلطان. احنا فين والامتحانات فين؟ انا نجحت في امتحانات النجوم. ايه النجوم دي؟ دي مدرسه رقص راقي ملحقه في كباريه. كباريه ده يا بنت انت؟ اعلن عن طلب رقاصين، قدمت وامتحنت وطلعت الاولى كمان. يا فرحتي اختي، انا اشتغل رقاصه؟ ليه يا رب تعمل فيها كده؟ ليه؟ استنى عشان خاطر السلطان بس. مفيش حاجة يا سلطان. مفيش حاجة ازاي؟ مفيش حاجة يا سلطان، مش شهر رقاصة يعني وعيب. عيب ايه انت اتجننتي؟ معلش بقى يا سلطان. بابا يا سلطان. بابا انت عايز بابا يضربني؟ ده لازم يتضحك يا بابا. الشرف الشرف يا بنت الكلب، الشرف الشرف. العار ولا الطار؟ رقاصة رقاصة يا فجرة يا قادرة يا بتاعت الرجالة. اختي الشعر رقاصة؟ طب انا اشتغل ايه لما اختي الشعر رقاصة؟ يا نهار اسود. العار العار يا كبيصي، العار يا كبيصي يا ولدي، لازم ادويك البندق يا هريدي، البندق يا رجالة. استنى بس يا سلطان. يا نهار اسود. استنى يا سلطان. رقاصة يا سلطان. انت عارف يا سلطان دول هيدوني في الكباريه ده في الليلة 10 جنيه. مش تقول اني فيها فلوس، تعالي. عارف بقى يا سلطان العشرة جنيه دي بقى غير الانجاجيه. غير مين؟ الانجاجيه. مين الانجاجيه يا بنت؟ ايه ده مش عارف الانجاجيه؟ انا ما اخدش بالي من الاسامي، انما لو شفته اعرفه على طول. الانجاجيه ده يعني فتح. يعني ايه؟ فتح يعني بعد ما اخلص نمرتي كده بقى اقعد مع الزباين يعني وافتح ازايز كده. فتاحة. ما شاء الله ما شاء الله. انا هفهمك يا سلطان، اقعد مع الزبون في الكباريه يقولي تشربي ايه، اقول له اشرب شامبانيا. عارفها، انا شفتها في السيما. قصة طويلة ليها فيلا وبتفرقع كده. قالت نور يا سلطان، انا بقى كل ما افتح واحدة من دول هاخد 10%. كمان هتسكري؟ احيه يا ابو سوسو، احيه سوسو. هتسكر يا ابو سوسو؟ سوسو هتسكر وانت هتمز يا ابو سوسو. هتسكري وهتشربي شمبانيا؟ ده جد كان بيشرب عرق سوس. يا نهار. يا سلطان انا مش هسكر ولا هشرب حاجه يا اخي. امال هتعملي ايه؟ اختك مفتحه، همسك الكاس كده في ايدي واقول للزبون الهي دم يسيح زي الكاس ده يا اسمك ايه؟ دمك شربات يا مضروب، واروح دلقاه ان شاء الله تبعتر في كل حته زي الكاس ده يا اسمك ايه؟ واروح رمياه بس، ومش هشرب ولا حاجه خالص. اتعلمت الحاجات دي فين يا بت؟ في مدرسه الاستاذ لولو اللي كان بيتكلم دلوقتي. ايوه سلطان مدير المدرسه بتاعتنا. بس بلاش مسخره، انا مش موافق. طب استنى بس. خلاصي. طب نحسبها سلطان. خلاصي اديك على بوزك. نحسبها بس يا سلطان. شوف بقى، انت بقالك كام سنه في المدرسه ولسه قدامك كام سنه على بال ما تتخرج؟ لما تتخرج بقى حضرتك وتتوظف يعني هتاخد كام؟ تعالي نحسبها اشوف انا قعدت قد ايه في المدارس. انا قعدت 9 سنين في ابتدائي و11 في اعدادي، ودخلين على 14 في ثانوي، قدامنا كمان 40 سنة في الجامعة. اتخرج يبقى عندي 90 سنة، اخش الجيش اطلع شاب 120 سنة. بعد كده بقى القوة العاملة توزعنا على المقابر بقى، اللي يروح الامام واللي يروح السيدة نفيسة. شفت خيبتك بقى يا سلطان، اهنا كلها شهر واحد وحبقى مش ملاحقة على الهدايا. بجد بجد. والفلوس بقى هتجري في ايدي زي الرز. ده غير بقى يا واد يا سلطان مخرجين السينما اللي هيجري ورايا، وابني عمارات واجرها كلها مفروشه. الله، بيكسبوا بقى الفتحات دول؟ امال ايه يا سلطان؟ بيكسبوا كويس. طب مفيش فتاحين رجاله عندكم في المحلات؟ وماله يا سلطان، اكلم لك الاستاذ لولو اذا كان عندك استعداد. يا بنتي انا عندي استعداد للانحراف، بس مش لاقي اللي يوجهني. يعني انت موافق؟ اتكل على الله. بس فاضل بقى حاجه بسيطه قوي. ايه؟ تفتكر بابا يوافق؟ ابوك بيثق في كلامي. بس انا خاف اقول له سلطان. انا اللي هقول له. اوكي. هنكسب دهب من اللحم الابيض ده. دهب.
انا قلبي دليلي قال لي هتحني. ربنا يهديك ويرضى عليك ويهرضى ده كله انت واختك. بسم الله ما شاء الله. انت خارج؟ ايوه خارج، راح اشوف حل في النصيبه اللي عملتها وراجع تاني. طب تعال عايزك. ولا